طيب نروح لوزارة التربية والتعليم، ليه ولادنا فيهم تعبانين؟ طبعا الفترة اللي فاتت في فيروس بيقولوا في المدارس مسمى بالفيروس المخلوي او التنفسي، ايه اللي بيحصل؟ ما نعرفش، بس طبعا في اشاعات طلعت ان تم الغاء الدراسة او تعليق الدراسة الفترة دي. وزارة التربية والتعليم نفت، خلينا نعرف النفي من صديقنا العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ محمود عبد الرحمن رئيس غرفة الاخبار بجريدة الوطن. يا استاذ محمود مساء الفل. يا استاذنا مساء الخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله، طمنا على عيالنا اخبارهم ايه؟ والله عيالنا كلهم تعبانين في البيت. بالظبط، انا اولهم على فكره. وانا كمان اولهم، انا طول الليل اجيب ادويه البرد. بالظبط. طب هل هو هي ظاهره فعلا في المدارس كلها؟ هي مش ظاهره في المدارس كلها، هي ظاهره في مصر كلها، فكره التغير الفصول. وده اثبتته كمان وزاره الصحه في البيان الرسمي اللي طلعته، بان الفيروس التنفسي ده منتشر في الاطفال بشكل عام يعني. تمام. بس ده بيحصل كل سنه يعني، هو الفرق بس دي يعني احنا ده تستح... عندنا حاله القلق بتاعه كورونا طبعا. ده فيروس منتشر، بس مش كل الفيروسات كورونا يعني. الحمد لله ربنا خففها علينا يعني، لكن ده امر طبيعي، كل البيوت فيها اطفال تعبانين، في تعليمات من وزاره الصحه، في كمان تعاون بين وزاره الصحه ووزاره التربيه والتعليم في التفاصيل الخاصه بالاجازات، مش بالغياب ولا بالتوقف الدراسه. وده اللي اعلنه النهارده مجلس الوزراء، ان مفيش توقف دراسه خالص، مفيش الكلام عن توقف الدراسه اصلا خالص، ولكن في كلام عن منح اجازات المرضى. اه، لان طبيعي مش هننزل الاولاد وهم عيانين يعني. صحيح، عشان ما يكملوش على الباقي. ما يكملوش على الباقي من ناحيه، هم كمان مش قادرين ينزلوا يعني. هو طبقا لاعلانات وزاره الصحه يا استاذ احمد، المصاب بالفيروس ده بيبقى عنده سخونيه وحراره وترجيع وكل العلامات دي مخفيه. ما انت عارف يا محمد، في بعض اولياء الامور برضو بينزلوا الاولاد نزل لظروف شغلهم بتاع، فبتزيد الانتشار اكتر. صحيح. يعني باخد هنا اتفضل اتفضل. ومن هنا جه وزاره التربيه والتعليم، بقى في شقين، الشق في المدارس الخاصه، بقوا طبيب المدرسه او الممرض الموجود في المدرسه بقى يوصل الحالات دي من قبل طلوع الفصول، وده امر محمود جدا يعني، هو مش متطبق في وزاره في المدارس الحكوميه وزاره التربيه والتعليم، ولكن في حال تطبيقه هيريح على بيت الطلاب واولياء الامور العزاء والاصابه يعني. هو مش مطبق ليه؟ ما عندناش دائرات صحيات دلوقتي في الزحمه. بقالنا فترة كبيرة يعني. دي بتتوفر المفروض يا محمود من وزارة الصحة ولا وزارة التربية والتعليم؟ لا، هي المفروض المسؤول عن وزارة التربية والتعليم، انت عارف دايما احنا بنسمع بينسق مع وزارة الصحة وبيطلب ناس تبقى موجودة في المدارس. اه، من زمان جدا يعني، كان في حاجة اسمها الدائرة الصحية، دلوقتي الدائرة الصحية ما بقتش موجودة يعني. ففي حالة فيروس زي ده منتشر شوية ما بين عيالنا ينتشر أكتر، لو في ده نقدر نلحق. ده طبيعي كمان يعني، هو مش يعني طبقا لوزارة الصحة أعلنت هو مش خطر، ولكن وجود الولد في البيت أو البنت في البيت بيعدي اخواته. صحيح. فوجود الولد في فصل فيه 60 او 70 طالب هيعدي 60 او 70. صحيح. فال 60 او 70 هيعدوا اللي معاهم في الدرس، فاللي معاهم في الدرس هيعدوا اللي في البيت. فهنخش في ازمه حقيقيه. الشائعات اللي نفتها الدوله النهارده ومجلس الوزراء نفاها النهارده دي بتقول حاجه مهمه جدا، رغم ان هي تم في التوقف الدراسه، ولكن هي مؤشر في حاله استمرار الفيروس ودخول الطلاب بهذه الكثافه للفصول. ايوه، ممكن نرجع لهذا الامر. يعني فكره ان العيال كلهم يعيوا في وقت واحد ده امر خطير جدا. طبعا. هل ده ممكن يوصلنا ان شاء الله ما نوصلش يعني لارجاء الدراسه، ولا قصدك لشكل من اشكال بقى التنسيق مع المدارس في الاجازات تبقى بطريقه اسهل شويه، او ان هو مثلا بيدوا فرصه للولاد ان هم يبقوا اجازات اكتر؟ والله خلينا ناخد المعلومه من اخر ازمه كورونا، لما ازمه كورونا خفت خالص قال لك لو الموضوع تفشى في مدرسه ما بالظبط او تفشى في مجمع مدارس ما فهنقفل ده. اه، تبدا من الفصل، لو في فصل تفشى اقفل الفصل ده وصولا للمدرسه. احنا عشان احنا كمان يعني نبقى مدققين جدا، مفيش اي معلومات تخص الغاء دراسه او وقف فصول، ولكن في حاله استمرار الوضع على اللي احنا فيه ده والبيوت كلها فيها الاطفال مصابين، يا اما نوقف دائره صحيه، يا اما بلاش دائره صحيه، نخصص اي مدرسه من الامهات المحترمات الموجودين في المدارس تبقى شايفه منظر الطالب وهو داخل، لان الاعراض واضحه جدا يعني. طب هل ممكن يبقى في شكل من اشكال تاجيل مثلا لامتحانات صفوف النقل لنوفمبر؟ وده المفروض يحصل. اه، معنى كان في نفي من كام يوم، لو انت طبعا انت ادرى مني، كان في نفي من كام يوم ان لا مفيش تاجيل وامتحانات نوفمبر. هو في نفي، هو في نفي ومفيش مفيش قرار بتاجيل الامتحانات، ولكن في الحاله دي حضرتك لو عقدت امتحانات النهارده نص الطلاب مش جايين. صحيح. مش هيدخلوا الامتحان، فيبقى انت مضطر تدخلهم الامتحانين مع بعض في ديسمبر ولا في يناير. ما انا عندي ثلاث شهور تقييم، المفروض لازم اخلص نوفمبر واخلص ديسمبر، انا برد عليك بالوزاره فهيقول لك لازم امتحن في نوفمبر ولا امتحن في ديسمبر. طب وانا تعبان ومش داخل امتحان الشهر ده، هتعمل معايا ايه؟
هنخش بقى في تفاصيل اجرائيه في الاجازات عشان اثبت انه عيان ولا ما بيجيش الامتحان. ماشي، واثبت ان هو كان تعبان هتمتحني امتى؟ اديله بقى مثلا صلاحيه للمدرسه ان ممكن يمتحنوا على حده في المدرسه في شهر 12. بس هيبقى عبء على الطالب ده انه هيمتحن فعلا زي ما انت بتقول شهرين في شهر واحد. بس القانون المنظم للامتحانات التقييم الشهريه ما وضعش بند في حاله غياب الطالب لظروف مرضيه للاسف. فالدايره كده هتوسع. هي الدايره ملمومه دلوقتي، الاولاد عيانين بالظبط. حتى لو هتاكلها يا استاذ احمد يعني مثلا لو مدرسه ظهر فيها الفيروس ده منتشر بشكل كبير، اديلهم اسبوع وامتحنهم في نفس المناهج. صحيح. ضمهم يعني ما تطلعش قرار عام على مستوى المديريه بالظبط ولا قرار عام على مستوى الجمهوريه. في مدرسه النهارده مرصوده ان هي الاولاد بتغيب فيها بكثافه عشان خاطر العيال كلهم عيانين. ضمنهم الشهرين، اجل دي اسبوع بنفس المناهج بنفس الاليات اللي احنا شغالين بيها. ما هنا بقى محمود مش هنقدر نقول دور الديوان او دور الوزاره، هنا بقى دور الادارات التعليميه في ابلاغ المديريات عشان يقدروا بقى ينصتوا ويبقى في رؤيه خصوصا يوميه. خصوصا ان البنود بين السطور في القرارات المنظمه للامتحانات غير واضحه. صحيح. احنا قال لك احنا عندنا اربع امتحانات شهريه للتقييم، عظيم. يطلع اولياء الامور يشتكوا من صعوبه الامتحان، من عدم جدوتها، من جدوتها. دي امور يؤخذ ويرد فيها. انما في حاله الابن النهارده، مش ابن بقى، 100 ابن من اربع فصول عيانين وما بيجوش، قدامك حل من اثنين، يا تجبرهم على حضور الامتحانات بمرضهم فهتطلع بال 100 400 بالظبط، يا اما مش هتاخدهم فانت محتاج قرار منظم للامتحان لاجراء الامتحان ليه. والمخرج التقييمي اللي الوزاره عايزاه اصلا من التقييمات دي ومن الامتحانات مش هتاخده، يعني انت مش هتقدر تحدد مستوى الولد. صحيح صحيح. انت النهارده اللي عنده ابن تعبان، الولد مش قادر يتنفس بالظبط، هتمتحنه؟ لا انا كولي امر ابني تعبان انا مش هنزله لو فعلي استنى. صحيح. طب انا هنزل في انا بقى حاجه كمان مهمه الوزاره لازم تقوم بقى في اسرع وقت، وهي القرار اللي هيطلع يا استاذ احمد، سواء بالموافقه على غياب الطلاب المصابين او تاجيل امتحاناتهم، هيرسل رساله طمانينه للي عينهم سليم. بالظبط. انا ابني سليم بنزله وانا خايف، وفكره انك هترجع طلع قرار برجوع الاجراءات الاحترازيه الكمامه والكلام ده، الاولاد مش هيلتزموا بيها. صحيح صحيح. احنا نمشيها ورقيه ولا ميدانيه؟ ميدانيه، وده اللي احنا بنتمناه في الوزاره طول الوقت. ميدانيه. يبقى انت قدامك حل من اثنين، اما انك تسمح بالاجازات وتاجل الامتحانات او مش تاجلها، يعني ترجئها لاسبوع ل 10 ايام، او تطلعها بشكل منفرد يعني امتحنهم مجموعات مفيش اي مشكله خالص، لان انت عايز مخرج تعلم، انت مش عاوز نتيجه نهائيه. بالظبط. تمام. وخليها على مستوى المدرسه. ادي صلاحيه لمدير المدرسه يكرر حالات للوزير ولا مدير الاداره ولا مدير المديريه ولا الموجه العام، شايف حاله الطلاب في الكلاس بتاعه في الفصل بتاعه. اللي شايفه مين؟ اللي شايفه مدير المدرسه. مدير المدرسه هو اللي راصد كام فصل اللي عنده فيه امتحان. لا اديله الصلاحيه دي. اديله الصلاحيه ان هو يدير الامتحانات الشهريه للتقييم. ودي لازم برضو تعلن بشكل كبير عشان برضو بقاش في خلط، لان ممكن مدرسه تعلن ان هي مثلا اجلنا الامتحانات فنخش في اشاعه ثانيه ان الامتحانات اتاجلت في باقي المدارس، فلازم شكل الاعلان عنها برضو يكون بطريقه محترمه. طبعا هو لو الوزاره ما علقتش المدارس مش هتنفذ. صحيح. بس هتكون النتيجه ايه؟ هتكون النتيجه اما ان الطلاب مش هيروحوا، حضرتك هتضطر تطلع وتقول ان الطلاب حضروا الامتحان، فدي ازمه. او ان الطلاب هتحضر وهم عيانين، فاحنا منتظرين كارثه. لا وانا اقدر اطلع مثلا في فصل فيه 60 واحد 20 امتحن اقول خلاص امتحنوا؟ امتحن اقول كده؟ عادي بنقوله. لا ما كنتش اقدر اقول الصراحه. بشكرك يا زميلنا العزيز كاتب الصحفي استاذ محمود عبد الرحمن رئيس غرفه الاخبار بالوطن. محمود اصله صحفي ميداني قوي ومع الناس يعني، فطول عمره حتى مشاغب معايا في الفتره اللي كنت شغال فيها وزاره التربيه والتعليم، بس هو فعلا طبعا ما ينفعش نعمل ده. واعتقد فعلا الوزاره لو ادت صلاحيات للمديريات التعليميه، فالمديريات ادت صلاحيات للادارات التعليميه، فالاداره التعليميه ادت صلاحيات للمدارس، كل مدير مدرسه يشوف الحالات اللي عنده، يعني يشوف كام حاله في كام فصل ويقدر يعمل ده، بس يكون عنده الصلاحيه بان هو يقدر يرجع الامتحان لبدايات ديسمبر حتى. الحمد لله يعني هو الدور منتشر، بس هو دور برضه زي ما يمكن مركز اعلام المجلس الوزراء يعني مشكورا دايما في نفي اي اذاعه اي اشاعه وبياخدها من مصدرها دايما من وزاره التربيه والتعليم، هو فيروس يعني موسمي، هو مش مستجد، مش حاجه جديده، هو بتيجي كل سنه. ولكن زي ما محمود وضح لنا فعلا ممكن الخوف اللي عندنا من كورونا هو اللي راعبنا شويه، هو فيروس بياخد له يومين ثلاثه درجه حراره الطبيعي، بس الولاد بتبقى تعبانه فعلا، وممكن ده ياثر على التواجد في المدرسه وياثر على المخرج التعليمي اللي انت بتاخده من شهر نوفمبر، فيبقى عندك حته واقعه، فما تيجي تمتحنها يبقى عندك مشكله او ما تقدرش وقت الامتحان تنزل اصلا،
فلازم هيبقى في اكيد اعتقد الفتره اللي جايه ان شاء الله ربنا يسترها على كل اولادنا كلهم يبقوا بخير وبصحه وبسعاده ان شاء الله. ولكن لو في تعب اعتقد ده ممكن يبقى دور الوزاره الفتره اللي جايه وهنتابع معاهم كده اول باول. خلصنا حلقتنا النهارده ولكن دايما هيكون معانا زميلنا العزيز عبد الرحمن الصاوي واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للرابعه.